السلام عليكم ورحمة الله. طفشان مرة دور أذية تفتح سناب شات دق علي أعطيك بلوك. قاعد تصرف ضيعت البطارية عشان كده خذ هدية إيش هي بعطيك بلوك. خلاص دقيت فليت شيل بلوك إلين ما يسوى أبديت شيل بلوك. تتصل وأنا صور سنابات شيل بلوك. صحيني من أعمق سباح شيل بلوك. ماني قادر أنام ولا قادر أصور براحتي. اتصالي خبص يومي واتصالي خرب سنابتي. كان أغلب يومي على سناب بس بسبب كم واحد ظريف ثقيل دم غيرت حالتي. قلت لك بدك حجيك بلوك قبل ما تسك كان بلوك يفك وجهك فك على أساس ميتين عليك شبيك لبيك بلوك بين عينيك. خلاص دقيت فليت شيل بلوك إلي ما يسوى أبديت شيل بلوك. تتصل وأنا صور سنابات شيل بلوك. صحيني من أعمق سباح شيل بلوك شيل بلوك شيل بلوك شيل بلوك. ارجع ورا شوية. لا خلاص خليك أقول ارجع ورا رجع وقدم يدو تسوق علي أنت. أخباركم؟ الله وبركاته. مرة تأخرت. أجين لا تتأخر. نبعدك دقيقة. ورضا لا دقيقة في شيء باين شعر يا ابني شعر. ايه خط الكوفس. It was at this moment Jackson knew he fucked up.